السلام عليكم. اليوم مع وصفات مويدة حنديرو الشوفلور، كرة شوفلور، صوص بيضة بدون لحوم بدون دجاج، لكن يجي روعة. أول شيء هنا عندي شوية تاع الزيت، شوية تاع لامارغرين، لأنه مانيش راح ندير الدجاج ولا اللحم، يعني نديرو شوية تاع لامارغرين ولا الزبدة، نخليهم يسخنو، ندير معاهم حبيبة بصل كنت طحنتها مليح ولا سكر في جهة هكدا باش المريقة تاعنا تجي عاقدة وتجي بنينة. اذا نخلي مليح هذاك البصل هنا، البصل تاعنا خليه يطيب لك مليح، يعني حتى تحسي انه تحمر باش تجينا بنينه. هنا البصل تاعنا شوفوا كيفاش تحمر لي مليح. واش ندير؟ ندير عليه شويه تاع الحميشه طايبه على حسب، وندير شويه تاع المعدنوس البطاطيك، نزيد نقلي شويه هذيك الحميصه، شويه تاع الفلفل الاسود والملح، نملحو مع فوق المرقه البيضاء، ما ترفدناش بزاف الملح، نقليهم مليح حتى هذيك الحميصه نزيد نقليها. ونمرق بالماء، تروش بزاف لانه غليه زوج، خلوه يغلي على حوالي 10 دقائق، يعني شوفوا حتى اللون تاع المريقه تاعنا، يعني ما تجيش كما نقولوا حنا الماء الزغلي والماء يغلي. اذا هنا نخلوها تغلي ونكملوا الوصفه. الشوفلو واش نحتاجو فيه؟ هنا عندي الشوفلو غليته في الماء والملح يعني حتى طاب، عندي حوالي 4 حبات تاع الجبن المثلثات ولا ديري فورماج رابي، عندي كميه تاع المعدنوس نديرهم كامل مع بعض، بيضة كاملة بهذه الطريقة. والآن نرحي كلش مع بعض. ولا بالفرشيطة ولا عملية راح تجيك سهلة إذا نطحن كل شيء. إذا كما أنا نشوفو تحصلنا على هذا الخليط، ندير لهم شوية تاع الفلفل الأسود والملح ما نكتروش، يعني كميه قليله فقط تاع الملح لانه نعرفوا انه طايب بالملح. وهنا عندي لا شابلوغ، لا شابلوغ هنا ما نقدرش نعطيك الكميه بالضبط شحال ديري، لانه كل وحده والراس تاعها تاع الشوفلوغ. مثلا درت هنا نص راس، الا عملتي راس ديري زوج بيضات، الا عملتي راس كبير يعني زيدي البيض حتى تحصلي على الخليط بهذه الطريقه. من بعد نبقى نزيد في لا شابلوغ، قادري ديري زوج مغارف، قادري ديري اربعه، المهم يعني حتى نقدروا ندلو نديرو به خبيزات في ديك الساعه نحبسو لا شابلوغ. اذا نبقى نزيد حتى يتلم لنا هكذا باش يعني نستفادوا من الخبز اليابس، الخبز البايت تقدري ديري به حلويات، نديرو يعني ان شاء الله هاد الايام نديرو عده وصفات بالخبز اليابس. نكمل هاد الكمية كاملة، يعني هنا عملت حوالي كاس تاع خبز يابس مطحون، يعني تحسي انو الخليط تاعك نشف بهذه الطريقة. هنا المهم كي تحكمي شوية وديريه دائرة يشد روحو، ها هو. هنا نبداو نشكلو الكرة تاعنا. هنا فقط حبيت نحكي لكم على لاشابلوغ، دائما الاخوات يسقسوني هاد لاشابلوغ ماشي نفسها لاشابلوغ اللي استعملتها في الاول، اللي استعملتها في الاول يابس ومطحون فقط، لكن هذا الخبز واش ندلو هنا كي نحب ندير باني نستعمل هذا خير من الاخر. علاش؟ هذا نقطعو قطع صغيره نحمصو، ان شاء الله نعملو عليها فيديو، نحمصو في الفوغ من بعد نطحنو بالروبو، من بعد نعاود نديرو في السينما نعاود نحمصو حاجه قليله في الكوشه ونخرجو، يتحصلي على هاد لا شابلوغ تكون بهاد الطريقه حمراء. هادي نستعملها باش نرمد فيها اي شيء ونقليه. اذا نشكل كرات بهاد الطريقه ونرمدهم في لا شابلوغ، احسن احسن من الفارينه. جربت نخطر بالفارينه ما عجبنيش، انا يعجبوني يعني بلا شابلوغ، وجربوا بالفعل تحسي تطلق هذاك الاخر تاعها في لاصوص ما تجيش بنينه.
ونديرهم مباشرة في المقلة. نقليهم في الزيت حتى يتحمروا لنا مليح من كامل الجوانب. هنا بعد ما تحمروا نحيهم من النار، نكمل الحبيبات اللي بقاو لي. اذا هنا هاي لاصوص تاعنا، يعني ما تخلوش بزاف لاصوص تكون شويه عاقده. هنا نحط هذوك الخبيزات يعني اللي قليتهم، نحطهم كامل في المرقه. اذا نغليها ونطفي عليها، نخليهم ونعاود نغطيهم لانهم راحين يشربوا هاد الخبيزات هادوما. غليه حوالي دقيقه يغلو، نطفي عليهم ونلتقي فيما بعد. اذا الوصفه تاع نهار اليوم ها هي معنا واجده، مع ديك المريقه الخثره. خلوها خثره شويه فقط، من بعد تحطي هاد الكرات، يعني غليه وطفي. قدمتهم بالمعدنوس وشويه تاع القارص، يعني والله ما يبانوا انه ما طيبناش باللحم ولا بالدجاج. كما تقدري ديري طف تاع دجاج في المرقه الا كان عندك. نتمنى انك تجرب الوصفه تاع نهار اليوم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.